مساء الخير على حضراتكم، تحياتي لكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. يوم جديد من ايام دوري نايل والاستوديو التحليلي الخاص بمباراه من الجوله ال15 التي تجمع ما بين بيراميدز الذي يسعى لاستعاده توازنه المفقود بعد صدمه الخروج من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، وما بين فاركو الذي يامل في استكمال مسلسل الانتصارات بالدوري في مواجهه فنيه قويه خارج الخطوط ما بين الكرواتي كرونسلاف يوريتشيتش واحمد خطاب. فلمن تكون الغلبة؟ مواجهة قوية، كل فريق أكيد بيسعى لتحسين موقفه في جدول الترتيب، وخلينا نذكر حضراتكم بموقف الفريقين حتى الآن في جدول الترتيب. بيراميدز بيحتل المركز السادس برصيد 21 نقطة جمعهم من 10 مباريات. على الجانب الآخر فاركو بعد الفوز في المباراة الماضية نجح في الوصول إلى 10 نقاط ويتواجد في المركز السادس عشر أو من 13 مباراة جمع 10 نقاط. مواجهة أكيد بيحاول فيها بيراميدز غسل أحزانه بعد الخروج الإفريقي في ظل غيابات كتيرة بيتأثر على قائمة الفريق أمام طموح فاركو الذي يسعى للابتعاد عن دوامة الهبوط أكثر وأكثر. مواجهة الرغبة المشتركة في سياق التقرير التالي نتابع.